أفادت خلية الأعلام الأمني بإلقاء القبض على إرهابي خطر في الأنبار. وذكرت الخلية في بيان أنه في ضوء معلومات استخبارية دقيقة أكدت وجود أحد الإرهابيين الخطرين من عصابات داعش في قرية العش، والذي كان مسؤولا عن إعدام العديد من المنتسبين للأجهزة الأمنية والمواطنين نتيجة تزويده بمعلومات عنهم والإدلاء بشهادته ضدهم لدى تلك العصابات قبل التحرير. وأكد البيان أن مفارز مشتركة من الاستخبارات ومكافحة إرهاب الأنبار ألقت القبض على الإرهابي وضبطت بحوزته بندقية كلاشنكوف ومسدس.